السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على بن ناصر، اسماعيل بن ناصر، حسب مواقع إيطاليا وين فانيك موقع سكاي سبورت وين أعلنت أن اسماعيل بن ناصر سيكون أساسي في مواجهة أمام نادي بريشيا، وين غادي نشوفوا ستكون هذه ثاني مشاركة للدولي الجزائري رفقة ناديه الجديد أبسي ميلان، والأولى له كأساسي هذا الموسم بعد مشاركته كبديل أمام أوندينيزي. ويجب على اسماعيل بن ناصر، وهذه طبعا نعرفها، فرض نفسه في هذه المباراة لرفع من حظوظه في ضمان مكانة أساسية رفقة ناديه الجديد في قادم المباريات الموسم الجاري. موسم هذا الليلة حنا هذوما اللعابة اللي نحوسوا عليهم، نحوسوا على هذه اللعابة. بصح أنا بين روح لواحد الجانب برك، هذه الصحافة تاع مرسو خبز تاع ساندويتش رحمة الوالدي. بين قولكم كي راكم تحوسوا على فرحات، تحوسوا على جمال الماضي يجيب فرحات ذراع، وراكم كيما نهار اللي درتو نعيجين عايجين عايجي جينيرال عايجي يسجل عايجي يعطينا عندنا ديلور تحرقوا في ديلور يضيع بيناتي، ونالي ديلور بركا كوتشيزو ما هدرتوش ضيع بيناتي، قال في قال دي مير جواري ضيعوا بيناتي. انا اعطيني ديلور ستادير كونتر ليون، اعطيني ديلور ستادير كونتر ليون، انا تبع بارتيا ديلور لعب، اعطيني ديلور ستادير كونتر بارتي في البارتيا كان السم القاتل في لا ديفونس تاع كيسموها تاع ليون. انا باش تجيب لي فرحات كونت موناكو، موناكو هي سفارة، موناكو كون جات موناكو موناكو فرحات دار تخرجوا لهم لعاب، فرحات دار دو باس كرات حاسمة كباصو، فرحات يقدم فرحات يعمل فرحات منا فرحات منا، مالكم موت ويراه يلعب فرحات ويراه يلعب مع مرا يلعب ويرا فرحات ويرا هضروا تما فرحات تما كم تشوفوا في خرم في بلاصة المحرز في بلاصة آدم الوناس في بلاصة من فرحات ما يجيبوه فرحات لعب كنت مع ماجر مع الكاراس مع ماجر مع حليلو فرحات شا دار هو انتوما الصحافة صحافة اللي عاطين الولاء يا صحافة اللي عاطين الولاء العصابة اللي راهي في الحبس وعطني الولاء الفرحات مهني انتوما ما بيكمش الامان. انا مشي من اليوم راني نهدر بيها، راني من 2013 راني نهدر بيها. يا ودي هذه الصحافه حرزوا روحكم، يا ودي هذه الصحافه حرزوا روحكم. انا نطلب من الجيش هذه الصحافه ما يامنوش فيهم، من الجيش الوطني الشعبي هذه الصحافه ما يامنوش في هذه الصحافه، خاطش خوانه المعظم تاعهم خوانه، وتعرفوا الانتماء تاعهم من جاي. تضرب تي جايب لي فرحات جاي يجري فرحات دار دو باس جايبينو فرحات اين الشيطان هون الشيطان يا مشي نكرهوه ما نكرهش فرحات انا كانسان هاكا انسان نكره لا ما يجري كان يعايرني ويهضر يعايرني مازال عندي تسجيلات وغارديا اللي كان يهدر معايا الغارديا اللي كان يهدر معايا صاحب فرحات في اللي يسمع كذب عليه التليفون قاعد يعاير فيا مازال عندي تسجيل ماشي راني نكذب عليكم ولا حاجه مغارديها نهار الرعد انا غارديا الصوالح ليله الرعد نغارديهم نغاردي انا الصوالح ليله الرعد باش تعرفوا ليله الرعد شتايا لها تخاكم لا بليسانكم
فرحة قاس الإعلام، أنتم اللي قيس الإعلام تبغوه، اللي قيس الإعلام اللي بيزي ليكيب ناسيونال تبغوه. قولوا لنا الفرحات كيفاش كان في التربص في تاكي جدا هذيك، مين عيط له؟ عيط له حداد داير لافير مع كوربيس ستوب ستوب قاس وقلع ديريكت لفرنسا. كاش اللي يهدر انت؟ هدر لي على بناصر، هدر لي على هدر لي على غلام. ألف كرطاب رسله، ألف كرطاب الجزائريين، ألف كرطاب، ألف كرطاب بيه باللوازم تاعو هو، ألف كرطاب بيه باللوازم. أنا هدر لي على هذي، أنا تهدر لي على واحد قاص الإعلام وجايب يطلعوا له إعلام ومكان له. لي قاص الإعلام تاع الجزائر وجايين اليوم بيطلعوا له إعلام ويمكن له. فرحات لعب مع ماجر، شنا ما قدم والو، قال لك غادي نبكي امو كريستيانو، امو كريستيانو راهي تضحك وولدها راهي ناجح. شو نتا وين؟ شو نتا وين راك باش ندخلوكم لي فريسكم؟ جايين تلعب لي قرد انايا، قرد انايا، قرد انايا، تخرج في راسي انا الصوالح. جايين تلعبونا ستة في سبعة هذي مكان له. أنا هدر لي على بن ناصر، هدر لي على آدم لونس، هدر لي على ماندي، هدر على الرجالة تاع با تاع تاع لي تسيبهم يوم يوم البارود، لي تسيبهم في البارود كي يكون البارود ياكل وتسيب الرجالة. أنا هدر لي على هذوك. هدر لي على واحد جاي هنايا جاي يقلد في كريستيانو، كان يلعب هنايا حداد شاري له لي بارتي ويبان. هو قلت له شاري له لي بارتي انت كي ما يبانش، انت تقول بلي هذا راه يقطع، هذا راه يقطع. كان والو راهم يروحوا لتونس، زاتشي زاتشي يرسل فيهم لتونس باش يطيح القيمة تاع ليكيب ناسيونال. عيسل تونس باش يطيح القيمة تاع ليكيب ناسيونال باش يكون على بالكم. قلت انا نجيب لكم التالي، ما نجيب لكمش انايا، نجيب لكم التالي. يبان ينبح ينبح على بالي تاب واحد، على بالنا تاع الذبان الذباب راه مدبر كلمة وحدة أخرى. شوبير حنا نبغوك وانت راك راكي تشكل على بالي بها سوال. نعرفوهم يا الذباب يا 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 لي كرابو، نعرفوكم على بالك. الذباب كيدير في لي كومونتير عندي يدير لك هاك شوبير انا نبغيك بصح راك يتشكل في طول لي كومونتير الاخرين يتبعوه. ونعرفوكم شناكم عند واحد اخر تشكروهم، لا بغات تي لا بغات راه يخمج بصح عند شوبير تعايروا خاطر شوبير يكشفكم. ونعرفكم يا معظمكم صحفيين، نعرفكم واحد واحد. المعظم تاعكم شو صحفيين تخدموا في القنوات، تخدموا ديزاجو في الليل تباتوا تكومونتو، اللي تشكروا تشكروا اللي تعايروا تعايروا. بصح انا مانيش منافق وما غاديش ندور، ونقعد نحارب فيكم حتى الاخره، نقعد نحارب فيكم حتى الاخره ونكشف فيكم. المهم الايام انا ما نهدرش اليوم، يعني نهدر بصح الايام هي اللي تكشف، الايام هي اللي تكشف. كنا نقول لكم، قلنا لكم باللي يا ودي هادو الصعاب كلش بان، كلش بان صعاب تاع مات الملك عاش الملك ومازالوا عاطين الولاء تاعهم الفرحات مهني. ودروك الصحافه كاع غادي تقلب للسبور، كاع الصحافه كومبلي راهم داخلين من الكونجي غادي كاع ينقلبوا للسبور. انا نقول لكم ينقلبوا كاع للسبور باش نقول لكم عليهم حاشا. بصح الاغلبيه ولاد حرام، الاغلبيه ولاد حرام، ولاد حرام كبار كبار كبار، ما تصوروش كيفاش ولاد حرام، ولاد حرام لي زاد فوق مازدا ولي زاد فوق تركتور ولي زاد فوق كاميو، ما تعرفش كاع كيفاش كل واحد وكيفاش تحت كاميو فوق كاميو.
ودروك راه يعطي الاراء تاعو للشعب الجزائري، يكتب لك ويعطي الاراء تاعو. تحية الجزائر، وإن شاء الله بربي إسماعيل بن ناصر هذه السيمانة إن شاء الله يدق. تحية الجزائر.